79. So study the following. زينة, what do I need for a barbecue? قلنا barbecue هو حفل شواء. أجيب اللحم وداك الشيء وتتشويه. Then what do I need? I need هي أحتاج. شنو سنحتاج؟ You need, قلت لها Mrs. Baker, you need some meat or fish. Meat اللحم, fish سمك. قلت لها زينة, meat or fish, يعني سؤال. قلت لها yes, that's right, هذا صحيح. What else do I need? What else, ماذا أيضا. What else do I need, ماذا أحتاج أيضا. قلت لها you also need, أنا بالنسبة لي some spices, بعد التوابل. Some onions, لأن إحنا بعد في المغرب تنديروا معهم حتى onions, يعني تنديروا حتى يعني البصل. و tomatoes, طماطم أيضا. So you're reading. So now grouping food items. So we have here lots of items, food items. حنا غنقسموهم, we will divide them into four categories. So starter, الحاجة اللي تنبداو بها, نقولو حنايا المقبلات كما تيسميهم هما. Main course, يعني الأكلة المهمة, نقولو. Dessert, اللي هو لو ديسير. ثم drinks, الأشياء اللي يمكن لك تشربها في الآخر. إذن for starters أنا درتهم بالأصفر. Tomatoes إحنا تنديرو salad, شلاضة كما تنسميوها إحنا بالدارجة. فيها tomatoes, فيها lettuce اللي هو الخس, lettuce. فيها olives, تيكون فيه olives أصلا, يمكن يكون فيه الزيتون الكحل مثلا. وفيه oil, olive oil اللي هو زيت الزيتون. ثم بالنسبة للمين كورس اللي احنا سناكلوه كالأكلة, يعني الأهم أكلة, يا إما غيكون احنا درسهم بالأزرق, fish, chicken, bread الخبز, fish اللي هو السمك, chicken اللي هو الدجاج, beef اللي هو اللحم ديال البقر مثلا. إذن هادو كلهم يمكن لهم يكونوا مين كورس. ديزيرت, فور ديزيرت بالأخضر, كاين فور الديسير يمكن لك تاخد apples, يمكن لك تاخذ بيتشز, يمكن لك تاخذ شنو اخر قلنا, برونز الخوخ, شنو اخر, اورنجز. ثم فور درينكس, مينتي شاي بالنعناع, جوس, كوك, صافي. إذن هادو هما اللي سناخذهم فور درينكس. ناو ايج بلانت, ليتس اند توميتو ساندويتش. هنا غادي يعطيونا واحد ساندويتش اللي فيه اصلا egg plants, ثم فيه lettuce اللي هو الخس, وفيه tomato. هادو بثلاثة. إذن one medium egg plants, ثم two tablespoons of olive oil اللي هو زيت الزيتون, two tablespoons يعني ملاعق كبيرة, four leaves of lettuce اللي هو الخس, هذا الباذنجان. اذا 1 توميتو, طماطم واحده, ولا بندوره وحده تسمى بندوره, 4 سلايسز اوف بريد, اربعه نقولوا حنايا ديال الطراف ديال الخبز, 2 تيبل سبونز اوف مايونيز, المايونيز, ليتل كاتشب, شويه ديال الكاتشب اوبشنال, قال لك زعما ديروا ولا ما ديروش. المايونيز والكاتشب وهذا الشيء راه خطير, الا لا كنت تصاوب في الدار, كنت تصاوبوا على يديك. اما اللي سناكلو حنا راه خطير علينا كاملين. اذا حنا ها هو يعطينا الطريقه, how do we make this sandwich. So first, اولا cut the eggplants into slices. cut هي تقطع, صافي تقطع شي حاجه. هاد الباذنجان غنقطعو into slices, الاطراف صغار, صافي اطراف صغار بحال هكذايا, ها هما دايرينهم اطراف صغار هنايا. صافي ثم ماذا أيضا, then heat the oil in a pan. heat هي تسخن, heat أصلا هي الحرارة, وهنا يملي تكون كفعل هي تسخن شي حاجة. the oil in a pan, في مقلات, في مقلات. and هذه ثانية, fry the egg plants, الباذنجان غادي نطيبوه حتى يولي brown, يعني لون البني, يولي بني. After that, بعد هذا, cut the tomato into slices. نفس الشيء اللي درناه الايج بلانتس الباذنجان, غنديروه للطماطم, نقسموها لطراف صغار الشرائح. And
put some mayonnaise on they هاد مايونيز راه كلمه فرنساويه وتا هي دخلت لونغليه كذا مايونيز كما تتكتب بالفرنسي some mayonnaise on the bread bread slices نديرو في الخبز then then بعد هذا ولا افتر ذات راهم فحال فحال layer هما دوك نقولوا حنايا layers نقولوا حنا الغشاء بحال مثلا الاونيون اونيون البصل فيها بزاف ديال الغشاءات غشاء رقم واحد جوج ثلاثة إلى آخره layers layer the egg plants lettuce and tomato on the bread ديرهم وحدة طريف بحال هكا هما دايرينو يعني ها هي سميتو البلاصة الأولى الثانية الثالثة الرابعة بحال هكا finally أخيرا sprinkle with some ketchup يعني دير فوق منهم شوية ديال الكاتشب حنا ها هما درناهم هادشي اللي قالوا لنا هما ها هي أول حاجة داروها هي ثاني حاجة ثالثة هذه ديال هيت تولي براون ثلاثة حتى هي هذه أربعة تناخذ التوميتو and we will cut it into slices five ها هي we'll take the bread and we'll put mayonnaise in it six here we'll take the lettuce put it in layers و seven ها هي we put all of these within the bread and then we put some ketchup if we want صافي هنايا interview your classmates and ask and answer questions were you يعني انت غتبقى تقول ليه فين كنتي were you مثلا at home last night يقول لك yes I was ولا I wasn't على حسب واش كان ولا ما كانش wasn't at home last Sunday was busy yesterday busy هي مشغول wasn't born in this town شي واحد ما تزادش to be born راجية من birth بحال birthday I was born بحال تبقى تقول شي واحد where were you born أين ازددت صافي تقول مثلا I was born in مثلا I was born in تمارا أنا بالنسبة لي تزدت في تمارا I was born in تمارا وكل واحد يقول لنا فين تزاد was at school I was at school in a certain time Now report the class your findings. مثلا زهرة was very happy last week. She was very happy last week. حنا علاش درنا هنا was؟ علاش درنا was؟ لأنها أصلا حنا تنهضروا على last week الأسبوع الماضي. هادشي علاش درنا الverb be؟ فاش درناه؟ درناه في past simple. She was very happy last week. كانت فرحة في الأسبوع الماضي الحسن. wasn't at home last Sunday تا هو هي last Sunday يعني في اليوم الأحد الماضي he wasn't at home لم يكن في منزله وهنا عندنا collocations with have collocations شنو هما كلمات اللي مثلا تتلقى جوج كلمات ولا ثلاثة اللي that go together اللي تيمشيو معا بحال في اللغة العربية ملي تنقول مثلا تدخل في شؤون أحد ما ولا مثلا خرج من المنزل مثلا توجه الى مكان ما هادو تيتسموا كالوكيشن صاف لونغلي كاينين مثلا بالنسبه لهاف يمكننا نقولوا تو هاف بريكفاست هو تفطر تو هاف لانش تغدى تو هاف دينر تعشى تو هاف ا ميل تاكل واحد الوجبه تو هاف ا ساندويتش تاخذ ساندويتش تو هاف ا شاور تستحم تو هاف ا باث هي تستحم to have a swim تمشي تعوم to have a good day يوم جيد يكون عندك a bad time تكون عندك وقت سيء to have fun هو أنك تقضي وقت جيد to have a dream يكون عندك حلم to have an idea تكون عندك فكرة to have a lesson هي أنك تأخذ درس to have a picnic هو أنك تخرج تسارف للطبيعة to have a party تكون عند دير واحد الحفلة فهم إذن هادو كاملين تمشيو مع to have إذن now use some of these expressions to talk about real events in your life هادشي درنا شي حاجة اللي عندها علاقة بالحياة ديالك مثلا شي هو قالك I had a party last weekend and we had fun I had a lot of fun شي واحد كانت عنده واحد الحفلة في الدار وكانت ودوز اوقات جميلة نقول مثلا انا مثلا بالنسبة لينا وحنا كاملين تلعبوا كورة بالنسبة للذكور سنقول I had a soccer match soccer هي كرة القدم اللي تلعبوا حنايا
تنقولوا لا تا فوتبول، ولكن الساكر هي باش ما تخربقلكش مع الفوتبول امريكان. وهذا اي هذا الساكر ماتش ويز ماي كلاس ميتس، لعبت انا والدراري اللي تيقراو معايا لاست ويكاند، في الويكاند الماضي. وي هاد a lot of fun، دوزنا واحد الماتش زوين together man، and we had won the game، وحنا ربحنا ذاك الماتش. Pair work، students one says sentence A or B، student two answer correctly. مثلا هنا يمكن لك تقول I can cook، يمكنني أن أطبخ، و student two يمكن لك يقول that's fine، مزيان. I can't cook. Let's go to a restaurant. إلا ما كنتيش تقدر تسميتو طيب يقول لك let's go to a restaurant، نمشيو ناكلو في ريستورون. Can you speak English؟ ما تقولي of course، بالطبع yes. و can't you speak Spanish؟ واش يمكن لك تهدر بالإسبانية؟ No I can't. Can you type؟ type هي تشد واحد الحاجة وطابيها في الأورديناتور. Yes of course. Can't you type؟ Unfortunately no. Unfortunately no. ثم هنا ونشوفوا واحد المجموعه من الافكار النمطيه اللي هما ستيريوتايبس. عقلوا على هذه الكلمه ستيريوتايبس، هما افكار نمطيه. مثلا حنا ملي تجي نتايا تقول لي شتي الصومال، الصومال مثلا فيها الجفاف وفيها المجاعه، حنا دابا هذه فكره نمطيه، حنا تنقولوا على الصومال بان فيها المجاعه، ورا ماشي دائما فيها المجاعه، راه كانت فيها المجاعه في واحد الوقيته اللي كانت عندهم حرب اهليه الى اخره، دابا ما فيهاش، ولكن مشات عندنا ديك الفكره النمطيه. ولا تنقولوا مثلا الجابون تيعجبهم يخدموا، وكأن اليابانيين كاملين تيعجبهم يخدموا، وراه غتلقى فيهم تاهما الكسالى اللي ما فيه ما يتقعد قاع تم بلاصتو. هذيك تتسمى فكره نمطيه، حنا نشوفوها حنا هنايا على الاكل. مثلا هادو سنايلز بوب كورن، ميت بولز اند سباغيتي، برود بينز الفاصوليا، تشوب ستيكس هادو اللي تياكلوا بهم هما سميتو تشاينيز بيبل، فروغز. حنا عندنا واحد الافكار نمطيه على بعض الناس، شكون هما الامريكانز، انجلش بيبل، تشاينيز الناس اللي في الصين، صينيون، فرنش، ايطاليانز، كوريانز، جابانيز، ايجيبشنز، المصريون. مثلا من بين الستيريوتايبس اللي معروفين هو ان فور امريكانز تنقولوا ذا ايتس اونلي هامبرجرز هوت دوغز بوب كورن اند كوك. احنا وكأن الامريكيين كاملين شنو تياكلوا؟ تياكلوا الهامبرجر مع راسهم، وتياكلوا الهوت دوغز، وتياكلوا البوب كورن هذا، وتياكلوا الكوك، وتيشربوا ما تياكلوا حتى حاجه من غير هذا الشيء. حنا هذه هي الفكره النمطيه اللي عندنا عليهم. الانجليش حنا تنقولوا بانهم تياكلوا البينز فور بريكفاست، تيفطروا باللوبيا ماشي بالضروره. تشاينيز تنقولوا بانهم اولويز ايت، كل تشاينيز كاملين تياكلوا بهذا تشوب ستيكس Chinese people، وحتى الجابانيز بيبل بينما ماشي كاملين. فرنش بيبل ما عرفتش انا شنو تنقولوا على فرنش بيبل، ما خواريش شي حاجه، ربما فيش تشيبس. لا ايطاليان تنقولوا كلهم تياكلوا ميت بولز وسباغيتي فور دينر، كلشي تياكل سباغيتي ايطاليان. الكوريين تنقولوا عليهم حنا ذا ايت سنايلز، تياكلوا سنايلز في الحلزون، سنايل حنا تناكلوا الحلزون في المغرب. سنايلز وفروغز تياكلوا الفروغز، تياكلوا الضفادع، فروغ ليكس افري داي. بينما ما نظنش ماشي كاملين، الا كان شي واحدين تياكلوها ماشي اشكال. ذا جابانيز تنقولوا حنايا ذي ايت فيش اند شيبس، تياكلوا بزاف وفعلا هما تياكلوا فيش وشيبس بزاف خصوصا الفيش. ايجيبشنز ما عنديش شي حاجه انا على المصريين، المصريين بحالنا بحالهم، ما تيهضروا بزاف على الفول ميدان ميس ولا الى اخره، حتى حنا تناكلوا حنايا الفول يوميا، حتى حنايا بطريقتنا، حنا تنطيبوه بطريقتنا وهما تيطيبوه بطريقتهم، وعزازين علينا وماشي غير هما، عزازين علينا جميع الدول العربيه وغير العربيه، وخصوصا الدول العربيه لان تجمعنا معاهم دين ولغه والى اخره، وحبابنا وصحابنا.